السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أول محاضرة لينا بنظام التعليم عن بعد. هنبدأ فيها يعني نحاول نراجع على كل المحاضرات اللي احنا خدناها قبل كده، بحيث انتوا فصلتوا مدة مننا، فالفصلة دي أكيد نسيتكم احنا خدنا ايه أصلا. فهنبدأ كده في المحاضرة دي، هنعمل مراجعة سريعة على اللي انتوا خدتوه. كمان كان في جزء في المحاضرة الثالثة ما اتقالش، هنبدأ نقوله، وهنركز شوية في المحاضرة الثالثة على المثال اللي اتاخد، لأن ده من الحاجات المهمة إن حضرتك تعرف في المحاضرة الثالثة، زي ما هنقول بعد كده، اللي احنا كنا بنتكلم على الضغوط، فتعرف تجيب الضغوط وتجيب الأقطار بتاع المواسير، فهناخد المثال بتاعها بالتفصيل شوية. بعد كده هنروح للمحاضرة الرابعة اللي هي بتعرفنا ايه انواع الرشاشات، ونوقف الفيديو ده لحد كده ان شاء الله. نبدأ كده نعمل المراجعة بتاعتنا. احنا كنا اتكلمنا ان المقرر ده بيتكلم على المسطحات الخضراء وتصميم او هندسة وادارة المسطحات الخضراء، من الداخل ده طبعا ضمنها تصميم نظم الري لهذه المسطحات. بدأنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى على يعني ايه هو المسطح الأخضر، فقلنا المسطح الأخضر ده عبارة عن نباتات عشبية. النباتات العشبية دي هي اللي بتغطي الحدائق والمتنزهات، وطبعا لازم تكون بتحمل القص عشان تحمل النمو عليها أو السير عليها. قلنا أصناف المسطحات الخضراء، والتصنيف ده طلعنا منه ان في 1 متنزهات اللي هي بتصل مساحتها لالاف الهكتارات، وادينا امثله عليها زي حديقه الازهر بارك، دي تعتبر متنزه لانها من اكبر الحدائق اللي موجوده في مصر كمساحه. برضك خدنا في الحديقه النباتيه باسوان، برضك ده يعتبر متنزه. بعد كده خدنا حاجة اسمها الحدائق العامة اللي هي بتبقى عبارة عن مساحات صغيرة ما بتزيدش عن الهكتار الواحد، زي حديقة ميدان الخرطوم، حديقة ميدان السيوف. خدنا الحدائق الخاصة، قلنا دي بتبقى مملوكة للأشخاص، كانت حدائق سواء بقى كانت حدائق منزلية، أسطح، حدائق نوافذ، شرفات، كل دي بيسموها حدائق خاصة. بعد كده خدنا امتى بتتم عملية الري، وقلنا قبل ما تتسرع ونقول هنروي امتى لازم تعرف انت موجود فين بالظبط. لو كانت المنطقة رطبة الوضع بيختلف، لان انت عندك امطار، الامطار دي ممكن تكون تكفي معاك احتياجاتك المائية. طب لو ما كفتش يبقى انت عايز تعمل تكملة او ري تكميلي. قلنا المناطق الجافة والشبه جافة الوضع مختلف، لان اعتمادي الكلي بتبقى على عمليات الري. دخلنا على مكونات المسطح الاخضر، دي مهمة قوي لاي حد فينا يعرفها، لازم تعرف ان انت بتتعامل مع نجيلة، مغطيات تربة، شجيرات، نباتات زينة، واشجار ونخيل. كل نوع من دولت ليه احتياجاته المائية. دخلنا على فوائد وأهمية المسطحات الخضراء، طبعا ممكن بقى تقروها في الكتاب، ده جزء نظري. الفوائد بتاعتنا فوائد بيئية، اجتماعية، جمالية وهكذا. بعد كده خدنا الحاجات المهمة اللي خدناها، قلنا ان ري المسطحات الخضراء بيتقسم ليه ملاعب وأشجار وشجيرات ومسطحات خضراء، ده التقسيمه اللي الناس مقسمين فيها المسطح الاخضر. الملاعب طبعا ليه طريقه في عمليه التصميم، اما الشجيرات والشجيرات والمسطح الاخضر ببدا اتعامل مع ده او ده بطرق مختلفه في الري. فعلى الاساس ده بدانا نتكلم، طب ايه هي طرق الري او اساليب الري؟ قلنا في ري سطحي، ان هو انا مش مستخدم اي نوع من انواع التقنيه، انا مجرد ماسك خرطوم وابدا ارش الميه من على السطح. قلنا في ري تحت سطحي اللي انا بروي بخراطيم تنقيط بس تحت سطح الايه التربه. قلنا في ري بالرش،
وقلنا فيه ري بالتنقيط. وبالتالي هقدر بقى اقسم، احنا قلنا كنا قسمنا اللاندسكيب لشجيرات وشجر، ده ممكن استعمل معاه التنقيط، وعندنا النجيله ممكن استعمل معاها الري بالرش. طبعا الري بالرش عندي اكتر من نوع من الرشات، اسكان سبراي هيد او الرشات الثابته، وفي مايكرو سبرايز ده بيستخدم للمساحات الصغيره او الرشات المايكرو، وفي الروتري سبرايز سبرينكلرز ده بيستخدم ليه او الرشات الايه الدواره بيستخدم للمساحات الكبيره. بعد كده خدنا شويه مصطلحات كده كلنا عارفينها، يعني ايه بخر ناتح، يعني ايه استهلاك مائي، يعني ايه مقننات مائيه. وقفنا كده عند المقننات المائيه، قلنا لكم ساعتها ان كل الناس اما بتيجي تروي النباتات في المسطحات الخضراء بتتعامل معاها عفوا بتتعامل معاها كفئات، يعني انا عندي مغطيات التربه كلها ايا كانت ايه هي نوع المغطى التربه او اسمه العلمي، انا بستخدم ليه 35 ل 40 متر مكعب لكل يوم لكل فدان. انا عرفت كده كميه الميه اللي هضيفها ليها، ده طبعا في الاجواء الحاره. لو نجيله استخدم تقريبا نفس المقنن. طب لو شجيرات، الشجيرات بحط لها من 15 ل 25 لتر في اليوم، لازم يوصل لها الميه كده. لو اشجار من 25 ل 75، او لو كان نخيل ممكن يوصل فيه الميه من 100 ل 150 لتر ايه في اليوم. فاما بجروي بروي فئات او وبحط مقننات مائيه لكل فئه. في نهايه المحاضره بدانا نجمع كده مع بعض ايه الفرق ما بين نظم الري للمحاصيل ونظم الري للمسطحات الخضراء. وقلنا ان في نظام الري للمحاصيل في العاده بتبقى المساحه منتظمه، النباتات بتبقى نوع واحد من النباتات، محدش بيحط اكتر من نوع يعني الا لو كنت عامل تحميل. الاحتياجات المائيه بتتحسب للمحصول على كل محصول على حده. عمر النبات بيتغير مع الزمن، انا بحط بذره بتبدا تكبر معايا لحد الحصاد. نوع التربه بيبقى على حسب كل منطقه، عندي حته فيها تربه طينيه رمليه جيريه وهكذا. التسويه في العاده بسوي او بستخدم شبه التسويه، ما بسيبش بقى الحته فيها مرتفعات وانخفاضات. التجانس بتاع التربه بتبقى متجانسه. نظام الري اللي بستعمله واحد، معدل الترصيب ثابت لكل المساحه لان كلها شغاله بنظام ري واحد. لكن بالنسبه للري المسطحات الخضراء كده نشوف انتظاميه المساحه، لا المساحه عندي هنا مش منتظمه. النباتات انا عندي تنوع نباتي في المساحه الواحده. الاحتياجات المائيه عندي تحسب لكل فئه نباتيه زي ما قلنا فوق، المغطيات التربه حاجه، النجيله حاجه، الشجيرات حاجه، دي فئات. عمر النبات انا بتعامل مع اعمار نباتيه مختلفه. نوع التربه الى حد ما بحاول اوصل بيها للتربه المثاليه، لان انا ممكن المنطقه اللي بشتغل فيها يكون فيها بناء حصل فيه دامج للتربه اللي موجوده، فانا ببدا اصلح التربه على قد ما اقدر بحيث اخليها توصل للحاله المثاليه اللي عندي. تسويه التربه لا، ممكن اعمل شويه ارتفاعات او انخفاضات عشان ادي شكل جمالي. التجانس بتاع التربه في العاده ما بتبقاش متجانسه. نظام الري انا بستخدم اكتر من نوع، التنقيط عشان الشجر، الرش عشان الشجيرات او عشان النجيله، يبقى انا عندي اكتر من نوع من انواع الايه النظام ري. معدل الترصيب هنا بيبقى ثابت لكل محبس، يعني ايه؟ يعني كل محبس عندي جوه المساحة لازم يكون معدل ترصيب المية اللي بينزله ثابت، عشان انا هفتح المحبس ده زمن محدد، وفتحة الزمن مع معدل الترصيب اللي هو عمق بالنسبة للزمن يديني عمق المية اللي انا اقدر اضيفه. يبقى انا ما اقدرش اشغل في المحبس الواحد اكتر من معدل ترصيب، لان ساعتها مش هقدر ادي كميات المية اللي انا محتاجها كل مرة مع فتحة المحبس بزمن محدد. يبقى انا لازم يكون ثابت، معدل الترصيب ده ثابت لكل محبس. دي كانت المحاضرة الاولى.
دخلنا بعد كده على المحاضرة التانية. المحاضرة التانية كنا بنتكلم فيها على نوع التربة أو طبيعة التربة، اتكلمنا يعني إيه تربة مثالية، المادة العضوية اللي ممكن أحطها في التربة عشان تزود كفاءة التربة دي. اتكلمنا بعد كده على مكونات التربة النموذجية دي، اتكلمنا بعد كده على تصنيف الرطوبة الأرضية. قلنا تصنيف الرطوبة الأرضية بيبدأ من حالة التشبع، اللي أنا مليت التربة دي بالمية لحد التشبع. بعد كده لو سبتها مدة 24 ساعة بتوصل للساعة الحقلية، من أول الساعة الحقلية دي اللي بيبدأ يستفاد بها النبات لحد ما بيوصل لنقطة اسمها نقطة الزبون. تمام. بعد كده بعد نقطة الزبون بنوصل لنقطة اللي فيها الماء الهيدروسكوبي. الماء الهيدروسكوبي ده عبارة عن غلاف من المية، أنا ما بقدرش أنزعه عن التربة إلا في حالة واحدة بس، اللي أنا أحطها جوه فرن وأبدأ أجففها، وبالتالي كمية المية اللي هو ممكن النبات يستخدمها أو متاحة ليه، اللي هي بتبقى من الساعة الحقلية لحد إيه نقطة الزبون. بعد كده خدنا بقى شوية التعريفات على الشرح ده، قلنا يعني ايه ماء الجذب الارضي، قلنا يعني ايه الماء الشعري الهيجروسكوبي وهكذا، يعني ايه الساعة التشبعية، الساعة الحقلية، نقطة الزبول. كل الكلام ده اعتقد ان انتوا درستوه قبل كده بطريقة او باخرى، وبالتالي عندكم خلفية عامة. خدنا بعد كده الاجهزة اللي ممكن اقدر بيها محتوى الرطوبة للتربة، وقلنا اكتر من طريقة، في طريقة اللمس عن طريق بس انت تمسك التربة وتعرف التربة عاملة ازاي. خدنا الطريقة الوزنية اللي انا اقدر اخد عينة من التربة واوزنها وابدأ اتعامل معاها. خدنا طريقة المقاومة الكهربية، التشتت النيتروني، الموجات الكهرومغناطيسية لحد والتنشومترات. كل دي طرق بقدر اقيس بيها يا المحتوى الرطوبي بطريقة مباشرة، يا اما اقدر اقيس بيها المحتوى الرطوبي عن طريق قياسي للشد الرطوبي. دي كانت كده المحاضرة التانية. بعد كده دخلنا على المحاضرة التالتة، قلنا هنبدأ ندرس فيها شوية المحاضرة التالتة قلنا هندرس فيها شوية أساسيات، والأساسيات دي هتقودنا لتحديد قطر الأنابيب. تمام. في الاساسيات دي اهم حاجه كده في المحاضره، قلنا في فرق ما بين الضغط الاستاتيكي والضغط الديناميكي. طب يعني ايه ضغط استاتيكي؟ الضغط الاستاتيكي ده في حاله سكون الميه، الضغط اللي بقيسه في حاله سكون الميه، والضغط ده بيكون نتيجه ارتفاع عمود الميه. يبقى بالمثال كده لو عندي خزان ارتفاعه 3 متر وخدت منه ماسوره وقست الضغط في نهاية الماسورة، هيبقى الضغط ده هو قيمة ارتفاع سطح المية عن فوهة الماسورة. لو هي 30 متر يبقى 3 بار، وقلنا البار هو بالكيلو متر على السنتيمتر مربع، يعني ده بيساوي ده. لو كان ارتفاع سطح المية مثلا 46 متر يبقى ده عبارة عن 4.6 بار او 4.6 كيلوغرام على السنتيمتر مربع. يعني اسمحوا لي دايما انا هستخدم تعبير البار بدل الكيلوغرام على السنتيمتر مربع اللي موجوده في الكتاب، دي بتساوي دي على طول. ده كده بالنسبه للضغط الاستاتيكي. طيب خدنا بعد كده حاجه اسمها الضغط التشغيلي. الضغط من التشغيلي ده ان الناتج من حركه الميه، يبقى اول ما الميه تتحرك نتيجه انا مثلا عندي محبس مقفول فتحته، يبقى بعد منه في ميه بتتحرك، وبالتالي هيلازم احسب الضغط الايه التشغيلي. طب ايه اللي هيحصل للميه؟ هتبدا تحتك بجدران الانبوبه، وبالتالي هتعمل احتكاك، فاقدر احسب قيمه الاحتكاك ده، ومنها اقدر احسب الضغط التشغيلي اللي عندي. يبقى احنا خدنا التعريفين دول، خدنا الضغط الاستاتيكي وخدنا الضغط التشغيلي، وعن طريق التعريفين دول خدنا مثال. المثال ده قلنا الظروف بتاعته،
كالآتي: عندي رشاشين، الرشاشين دول كل واحد بيطلع لي 2.5 متر مكعب على الساعة، فقلنا المحبس أكيد عشان يشغل الرشاشين دولت لازم يقدر أو يمشي فيه مية 5 متر مكعب على الساعة، وبالتالي برضك المصدر بيطلع لي 5 متر مكعب على الساعة. ده كده بالنسبة للتصرف. بالنسبة للارتفاعات، عندي المصدر الرئيسي بيرتفع عن المحبس 6 متر، الطول الماسورة 30، من المحبس للرشاش الأول طول الماسورة 15 متر، والمحبس بتاعي مع الرشاش في وضع استواء، يعني ما فيش أي ميل. من الرشاش الأولاني للرشاش الثاني طول الماسورة 15، الارتفاع كان 9 متر. طيب نبدأ بقى كده نحسب. لو عندي ضغط استاتيكي، وده بيبقى ناقطة 3 23 من 1000 بار، وجيت قلت لكم الضغط الاستاتيكي كام في حالة غلق المحبس عند قبل المحبس مباشرة، فكل الحكاية أنا المية ساكنة مش هتعمل أي احتكاك، يبقى ما عنديش ضغط ديناميكي، فأنا عايز أجيب الضغط الاستاتيكي، يبقى أنا حضرتك هتطرح لي بس أو هتزود لي الضغط نتيجة نزول الماسورة لأسفل، يبقى لو نزلت لأسفل الضغط بزوده، لو طلعت لأعلى الضغط بطرح منه. طيب هنا نزلت مسافة كام؟ احنا قلنا من نزلت مسافة 6 متر، 6 متر دول يعني 6 من 10 بار، وبالتالي الضغط الاستاتيكي قبل المحبس هيبقى 3 و623 من 1000 بار، يبقى انا زودت بس 6 من 10 بار. طيب جيت قلت لكم طب الضغط الاستاتيكي كام بعد المحبس؟ كان ردكم رد منطقي جدا كان في المحاضرة، ان مش هيبقى فيه ضغط لان المحبس مقفول. المحبس اللي عندي محبس كهرباء، تمام، 1 بوصة، وبدأنا نبدأ نحسب الضغوط في حالة تشغيل المية، نفس المسألة بس انا هشغل المية. طيب بعد ما هشغل المية ايه اللي هيحصل؟ انا هستخدم جدول موجود معايا، الجدول ده بيحسب لي فواقد الاحتكاك في المواسير عن طريق معرفتي اطوالها، ده طول الماسورة اهو من اول 1.5 متر لحد 30 متر، والتصرفات اللي ممكن تمشي في المواسير دي: سرعة التدفق بتاع المية او سرعة المية وقطر الانابيب. طيب الجدول ده بتحرك فيه ازاي؟ بتحرك فيه على اساس ان سرعة المية ما تزيدش باي حال من الاحوال عن 1.5، اقل من 1.5 زي الفل، لكن اكتر من 1.5 لا. طيب وبالتالي هلاقي ان الماسورة اللي قطرها 20 مللي ينفع تمشي فيها تصرف لحد 1.5 متر مكعب على الساعة، اكتر من كده ما بيمشيش فيها تصرف لان سرعة المية هتزيد. الماسورة اللي بقطر 25 تقدر تشيل مية لحد 2.5، لان سرعة المية 1.43، اكتر من كده ما بتشيلش مية، وهكذا واحنا ماشيين في الجدول لحد ما نوصل لاخره الاقطار المختلفة. نرجع تاني لمسألتنا، احنا هنا قلنا ان انا بدأت افتح الايه المية. طيب قبل ما نوصل للرشاش، احنا عندي ماسورة طولها 30 متر من المصدر لحد المحبس. طب الماسورة اللي طولها 30 متر المية فيها قد ايه؟ 5 متر مكعب على الساعة. فاقد الاحتكاك اجيبه كام؟ ندخل بقى الجدول، الماسورة طولها 30، يبقى انا شغال في اخر عمود، المية عندي 5 اهو متر مكعب، بس خلي بالكم سرعة المية هنا 1.77، لا انا عندي هنا 5 متر مكعب على الساعة وسرعة المية 1.1 من 10. الماسورة بتكون قطرها 40 مللي، ده مبدئيا. تاني حاجة الفاقد في الاحتكاك عندي اهو 105 من 1000 بار، يبقى انا كده جبت الفاقد في الاحتكاك. طب هعمل بيه ايه؟
نرجع تاني كده للمسألة. بعد ما عرفنا الساقط في الاحتكاك ال105، يبقى لو جيت قلت لك او سألتك، انا فتحت الرشاش، انا مش هسألك بقى الضغط الاستاتيكي، هقول لك الضغط الديناميكي كام، حضرتك هتروح للمصدر. الضغط كان فيه 3 23 من 1000 بار، هتقول لي انا نزلت مسافة 6 متر، يبقى هزود 6 من 10، اصبح 3 623 من 1000 بار. طيب، وطرحت الفاقد في الاحتكاك اللي هو ال105، اصبح 3 518 من 1000 بار. كده اظن ايه لحد كده مفهوم. المية بتاعتي دخلت على محبس، يبقى هيبقى فيها فاقد احتكاك، يبقى انا عايز اجيب الفاقد الاحتكاك في المحبس. المحبس عندي 1 بوصة، التصرف 5 متر بعد الساعة، يبقى انا عندي فاقد الاحتكاك جبته اهو 3 352 من 1000 بار. يبقى انا هطرح ده من ايه؟ من اخر رقم قبل المحبس، يبقى قبل المحبس كان 3 518 من 1000، هطرح منه الفاقد في المحبس هيطلع لي الضغط بعد المحبس. يا ريت تكونوا ماسكين ورقة وقلم وتحسبوا الحكاية دي لو انتوا عايزين توصلوا لها. طيب، جبت الضغط بعد المحبس، نفتكر الرقم ده 3 166 من 1000 بار. نبدأ ندخل للمسألة تاني. بدأت أمشي مسافة 15 متر، التصرف 5 متر مكعب على الساعة، الماسورة أفقية، يبقى أصبح عندي احتكاك في الماسورة لكن ما عنديش زيادة أو نقص في الضغط نتيجة الميل. يبقى كل الحكاية هاخد الضغط اللي أنا كان بعد المحبس وابدأ أطرح منه الفاقد في الاحتكاك. طب هجيب الفاقد في الاحتكاك بكام؟ نروح للجدول. عندي التصرف 5 اهو، وطول الماسورة عندي 15 متر، يبقى انا عندي الفاقد في الاحتكاك اهو 53 من 1000. يبقى انا هبدأ اطرحه من اخر تصرف كان عندي بعد المحبس. لو طرحت ده من 53 من 1000، يقدر او اقدر اوصل للضغط الديناميكي قبل الرشاش ده على طول، او بنسميه ضغط التشغيل بتاع الرشاش ده. تمام كده. طيب، بعد ما جبت ضغط التشغيل بتاع الرشاش الاول، تمام، همشي كمان 15 متر بس الاسفل، وبالتالي لازم ازود الرقم ده مبدئيا 9 متر، لان انا نازل لاسفل 9 متر اللي هم 9 من 10 بار، واطرح منه الاحتكاك في الماسوره ال 15 متر بس اللي شايله تصرف 2.5. يبقى الخطوه دي كده هنعملها واحده واحده. هندخل جوه الجدول، هلاقي ان الطول 15 متر، التصرف 2.5، هنلاقي اهو الطول 2.5 والطول 15 متر، هنلاقي الفاقد في الاحتكاك 46 من 1000. طبعا واحد يقول لي طب ليه ما استخدمتش هنا ال 2.5؟ اقول له لان سرعه الميه هنا قلت جامد، وسرعه الميه في الماسوره اللي بعدها 88%، ممكن استعملها وهيبقى احسن لي ان انا استعمل ماسوره 32 ارخص من ال 40. طيب، لو خدت اللي بعديها الماسوره 25، طيب ما هي دي 2.5 برضك تنفع، سرعه الميه ما زادتش. هقول له لا، انا مش هستعملها هنا، لان انا لو استعملتها هنا يبقى انا عديت قطرين من، لا ده انا كنت 32، خلاص يبقى انا ممكن استعمل ال 25. تمام، ممكن اخد الايه الرقم ده. يبقى تاني نرجع كده، يبقى كل الحكايه اللي هو خد الرقم وبدأ يطرحه
هو خد ال 32 عشان هي اقل في الاحتكاك، تمام. بعد ما طرحه زود عليه التسعة متر، يبقى انا كده ايه قدرت اوصل لايه لقيمة ضغط التشغيل للرشاش ده. طبعا المسألة دي كانت مسألة بسيطة فيها رشاشين، لكن لو انا عندي مسألة اكبر الوضع هيبقى اصعب. وبالتالي خدنا مسألة تانية، المسألة دي تعالوا كده برضك نشرحها بسرعة. احنا عملنا ايه؟ احنا في المسألة دي كان عندي اكتر من رشاش، عندي كام؟ 9 رشاشات. ال9 رشاشات دولت اديناكوا الاطوال او المسافات اللي المية هتمشيها من اول المحبس لحد كل رشاش، اديناكوا تصرف الرشاش، فانا عندي 9 رشاشات، يبقى المصدر لازم يكون تصرفه 4.5 متر مكعب على الساعة. طيب الطريقة اللي احنا اعتمدنا فيها هنا في الشغل طريقة صعبة طويلة مملة، بتعتمد على ان حضرتك تمسك رشاش رشاش وتجيب ضغط التشغيل بتاعه. بعد ما بتخلص خالص لازم تشوف اقل ضغط تشغيل والضغط التشغيلي عند المحبس، تطرحهم من بعض وتبدأ تقول ان الجمعية الامريكية للهندسة الزراعية كانت بتقول ان الفقد في الاحتكاك ما يزيدش عن من 10% ل 20% من ضغط التشغيل، فتبدأ تشوف اذا كان تصميمك صح او غلط. طب لو كان تصميمك غلط ترجع تحسب من الاول. يبقى تاني الطريقة دي كان طريقة صعبة طويلة، هناخدها دلوقتي هشرحها، وبقول الكلام ده لان منها هدخل لطريقة اسهل بكتير في الحساب. يبقى الطريقة دي انا من الاول كده هبدأ احسب الضغوط، وفي الاخر هبدأ اقارن هل الضغوط والضغوط اللي انا جبتها عند كل رشاش دي تصلح ولا لا، عن طريق توصيات الجمعية الامريكية للهندسة الزراعية. الطريقة التانية اللي هقولها ودي اللي انا ما قلتهاش في المحاضرة، اللي هعكس هجيب التوصيات اشتغل بيها عشان اسهل عملية الحساب جدا. شوف الطريقة الأولانية بس عشان حتى تجمدنا شوية في عمليات الحساب دي. قلنا إن بعد ما حضرتك جبت التصرفات وعرفناها، فأنا أقدر أجيب كل ماسورة بالظبط فيها قد إيه مية. الماسورة اللي بتخدم الرشاش رقم 9 فيها 0.5 متر مكعب على الساعة. الماسورة اللي بتخدم الرشاش 8 و9 اكيد فيها 1 متر مكعب على الساعة. الماسورة اللي بتخدم الرشاش 7 و8 و9 فيها 1.5 متر مكعب على الساعة. الماسورة دي اكيد فيها 2. الماسورة دي بتخدم 5 رشاشات ففيها 2.5. المية هنا اتفرعت ففي 2.5 ماشيين كده، لكن هنا في كم مية ماشية؟ 2 بس، 2 متر مكعب، عشان دول 4 رشاشات. وبالتالي الماسورة اللي بتخدم او طلع من المحبس فيها 4.5 متر مكعب على الساعة. ده كده بالنسبة للتصرفات. بالنسبة للتصرفات ممكن اخد التصرفات دي واحسب الاقطار عن طريق بس سرعة المية المسموح بيها، قلنا دايما لازم ما تزيدش عن 1.5. يبقى انا ممكن عن طريق التصرفات دي لو دخلت الجدول كده هنلاقي ان 4.5 او الماسورة اللي طالعة من الرشاش ما بتزيدش، او لازم تكون 40 ملي، لا عشان التصرف سرعة المية ما تزيدش عن 1.5، هنا 1.1 من 10. لكن لو خدت القطر اللي قبل منه ال4.5 سرعة المية هتزيد عن 1.5، يبقى انا كده اخترت الجزء الاولاني من الماسورة. بالطبيعي من غير ما افكر الماسورة اللي بعديها بتشيل تصرف اقل لان حصل تفريع، بس انا ما اقدرش اخد قطر انط فيه القطر الليالي ال40، يبقى لازم اخد 32، تمام. يبقى انا هنا ممكن او هستخدم القطر اللي وراه 32، هلاقي ان ال 2.5 الفقد في سرعه المايه 88%
وده كده رقم معقول جدا، اقل من الايه الواحد ونص. هنبدأ نمشي بالمواسير لحد ما نوصل للآخر. القاعدة دايما اللي كنا بنشتغل بيها زي ما قلنا، القاعدة الأولانية إن ما ننطش ماسورة أو قطرين ورا بعض، لازم يكون أقطار متتالية. تاني قاعدة، أنه الأرخص؟ يعني ساعات كل ما القطر يقل كل ما سمك الماسورة بتاعي يزيد أو تستحمل ضغط أكتر، وبالتالي يخلوا تمنها أغلى، فبالتالي برضك بنبص للناحية الاقتصادية واللي احنا بنختار الايه الاقطار. طيب خلصنا اختيارنا للاقطار، بناخده بعد كده اخر جزء في المسألة او الجزء الاخير واحنا بنحل، اللي احنا هنمسك بقى ايه حتة حتة في الشبكة ونجيب الضغوط الديناميكية فيها. بتبدأ الاول ان انا هاخد الضغط الاستاتيكي كام؟ 3.52 من 100، ده معطى. هبدأ اجيب المسافة ما بين المحبس لحد التفريع، المسافة دي كانت 6 متر، وعندي كمان المحبس هيحصل فيه احتكاك، فلازم ادخل اجيب قيمة الاحتكاك بتاع المحبس وهو 1 بوصة زي اللي فات، فبالتالي فقد الاحتكاك هو نفس القيمة 352 من 1000 بار، وده من الجدول بتاع المحابس. يبقى انا هطرح ضغط الاستاتيكي من قيمة الاحتكاك داخل المحبس، هجيب الضغط الاستاتيكي بعد الضغط الديناميكي بعد المحبس. هبدأ اطرح الاحتكاك في الماسورة 6 متر لحد التفريع، هيطلع 18 من 1000. طب هجيبه ازاي؟ عندي 6 متر، عندي التصرف 5 متر مكعب، 4.5 متر مكعب على الساعة. ادخل الكتالوج او الجداول بتاعتي عند 4.5، وطول الماسورة 6 متر، ابدأ اجيب الفاقد في الاحتكاك. تمام، الجداول دي اللي مش معاك كتاب، الجداول دي موجودة انا بعتها لكم على الكلاس روم، ممكن تستعملوها. يبقى انا كده ايه قدرت اجيب القيمة تمام لحد التفريع. طيب بعد التفريع انا همشي للرشاش في الجهة دي، يبقى انا مشيت 3 متر. طيب 3 متر المية كانت قد ايه؟ كانت 2 متر مكعب على الساعة. هدخل برضك واجيب الاحتكاك واطرحه من اخر ضغط تشغيلي عندي، اطلع الضغط التشغيلي لاول رشاش، الرشاش اللي موجود في الحتة دي. طيب خلصنا اول رشاش، عايز ادخل للرشاش اللي بعده، هلاقي ان طول الماسورة 6 متر، التصرف كان 1.5 متر مكعب على الساعة. هبدأ اجيب الفاقد في الاحتكاك من الجدول، ابدأ اطرحه من الضغط التشغيلي لاخر حتة وصلت لها اللي هي الرشاش الاولاني، اجيب الضغط التشغيلي للرشاش التاني. بالمثل عايز اجيب الضغط التشغيلي للتالت، اخر حاجة انا جبت قيمة الضغط التشغيلي للتاني، اطرح منه الفاقد في الاحتكاك في الماسورة، ابدأ اطلع قيمة الايه الضغط التشغيلي في التالت والرابع والخامس والسادس لحد ما بخلص المسألة. طبعا الطريقة دي مش عايز اقول لكم طريقة شبه مستحيلة لحضرتك تستعملها لو موقع كبير، لان كده انت هتاخد وقت كبير جدا في الشغل. المفروض في الاخر عشان تشوف ان التصميم بتاعك ده صح ولا لا، حضرتك بتاخد اقرب ابعد رشاش عن المصدر، وتجيب الضغط التشغيلي بتاعه وتطرحه من الضغط الاستاتيكي عند البداية، وتجيب الفاقد في الاحتكاك اللي هو ما يزيدش زي ما قلنا من 10% ل20% عن الضغط التشغيلي. طيب ممكن بعد ما تخلص تطلع الحسابات بتاعتك غلط، تضطر ترجع تاني. طب هعمل ايه؟ بدل ما كنت مستخدم اقطار صغيرة هزود القطر، كل ما بزود القطر الفاقد في الاحتكاك يقل. ان الفاقد احتكاك في ال، الفرق في الاحتكاك اللي انت حسبته هيقل، و
توصل للحل الايه الصحيح. هل في طريقة تانية؟ اه طبعا في طريقة تانية واسهل في الحساب، هي دي اللي انا ما قلتهاش، دي هنقولها دلوقتي. الطريقة دي بتتلخص ان حضرتك هنشتغل بالعكس، بدل ما حضرتك تستنى لحد الاخر عشان تجيب فرق الاحتكاك، لا انا من الاول خالص هبدأ اجيب فرق الاحتكاك ده قد ايه. طيب فرق الاحتكاك ده هجيبه ازاي؟ هتجيبه عن طريق ان حضرتك من الكتالوج تعرف الضغط التشغيلي اتش افريج، تضربه في النسبة اللي هي من 10% ل 20%، بس احنا بنستخدم الرقم الاقل في اللاندسكيب، يبقى هضرب الاتش افريج في 1/10 واقسم الكلام ده على ال سي. طيب ايه هي ال ال سي؟ ال ال سي ببساطه بيسموها الطول الحرج. انا الجي ده بحسبه لكل 100 متر، لكن انا عندي الاطوال عندي مش شرط تكون 100 متر. ال ال سي تاني بيتحسب ازاي؟ حضرتك الجي ده لكل 100 متر، فانا عايز احسب للطول المحدد اللي عندي، فبحسب الطول الحرج ده عباره عن الطول المسافه من ابعد رشاش لحد المصدر مقسوم على ال 100 متر. طيب انا لو حسبت الجي هل ده هيساعدني في حساباتي؟ اه طبعا هيساعدني جدا زي ما هتشوفوا بعد كده. لو خدنا مساله، المساله دي بتقول الاتي، نفس المساله اللي فاتت بس هنزود عليها ان انا اديتك ضغط التشغيل، ضغط التشغيل بتاع الرشاشات 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع او 2 بار، ده بيتجاب من الكتالوج. نفس التصرفات اللي عندي، واللي مطلوب حضرتك تحسب لي اقطار المواسير، ومش كده وبس، ده كمان عايزينك تبقى عارف ان الرشاشات كلها هتشتغل مظبوط، فالفرق في الاحتكاك ما يزيدش عن 10%. يبقى انا اول حاجه هبدا احسب الاتش اف اللي هي 1/10 في الاتش افريج، يبقى 1/10 في 2 بار في 10 عشان احولها للمتر تبقى 2 متر، يبقى الاتش اف بتساوي 2 متر. تاني حاجة محتاج، انا القانون كان عندي مش اتش اف بس، انا بقسم على ال سي، يبقى الطول الحرج لازم احسبه، يبقى هبدأ احسب الاطوال عشان اقدر اجيب ال سي. طب تعالوا كده نشوف الاطوال بتاعتي. انا عندي مسارين للمية، مسار لحد المحبس رقم 9 ومسار لحد المحبس رقم 4، أما الأطول عندي هنا 6 3 6 يبقى 15 و6 يبقى 21 و6 يبقى 27 و6 يبقى 33. طب المسار الثاني، طبعا في مسار صغنطط كده مش هنبص فيه حتى، في مسار 6 و3 و6 يبقى بتكلم عن 15 و6 يبقى 21 و6 27، يبقى انا الاطول اكيد المسار ال 33، يبقى ده اللي انا هعتمده في الحسابات بتاعتي، واللي ينفع لل 33 متر اكيد هينفع لل 27. يبقى ال ال سي بتاعتي بتساوي 33 على 100، اصبحت او القيمه اللي عندي 33 من 100. بعد كده بعد ما بحسب قيمه ال ال سي هبدا اجيب الجي، عباره عن الاتش اف على ال ال سي هتطلع 6.6 من 100. طيب بعد ما جبت الجي هل الرقم ده هيقدر يساعدني بسهوله جدا ان انا اقدر اجيب الاقطار اللي عندي؟ اه، عن طريق جدول. الجدول ده مخصوص لقيم الجي وبيعتمد على نوع المواسير. انا عندي جدولين بردك رفعته لكم على الكلاس روم او موجودين في الكتاب، لو كانت الانابيب بلاستيك بي في سي او الانابيب بولي ايثيلين بردك ليها ايه جداول خاصه بيها. طيب لو كانت المواسير بلاستيك نشوف كده الجدول بيتكون من ايه. انا عندي الجي اهو، نص، واحد، واحد ونص، اتنين، وهكذا، ده قيمه الجي اللي عندي. عندي تحت منها الارقام دي كلها عباره عن التصرفات اللي تنفع تمشي في كل جي، وعندي اقطار الايه المواسير.
طيب ناخد اول كده حته من الجدول. انا عندي قيمه الجي ب 6، انا عندي هنا من نص لحد 4، يبقى الحته دي او الجدول ده مش هينفع معايا. الجزء الثاني من 4.5 ل 8، ماشيه بقى 4.5 5 5.5 6 6.5، يبقى انا الرقم اللي عندي او اللي حسبته للجي كان 6 و6 من 100، اللي هو بين 6 و6.5. هل هختار جي ب 6 ولا هختار جي ب 6.5؟ لا طبعا لازم اختار الاقل. طب ليه الاقل؟ عشان لو اخترت الجي ب 6.5 ده معناه ان الفاقد او الاتش اف بتاعي بيزيد، انا عايزه يقل مش عايزه يزيد، وبالتالي انا هختار القيمه الاقل، هختار ال6. طب اخترت ال6، انا عندي تصرفات مختلفه تنفع تمشي او تبقى شغاله معايا في نفس قيمه الجي، وكل تصرف قصاد الماسوره بتاعته. يبقى لو كان القطر 20 مللي الاقيه مش هيقدر يشيل غير 73 من 100 متر مكعب على الساعه. لو 25 الاقيه 1.43 متر مكعب على الساعه. 32 مللي ما تشيلش اكتر من 2.8 من 10 متر مكعب على الساعه. 40 ما تشيلش اكتر من 5.39 من 100، وهكذا لحد ما ايه بخلص عندي تصرفات لحد 730 متر مكعب على الساعه، دي الماسوره قطرها 250 مللي. طيب نرجع تاني للمساله. انا عندي تصرف ماشي في الماسوره دي تمام قيمته 4.5 متر مكعب. السؤال هنا بقى الماسوره دي قطرها تبقى قد ايه؟ اول حاجه دايما بنسال على الاقطار. ندخل كده للجدول، هلاقي عند جي 6 و6 من 100، احنا قلنا هنختار 6، يبقى عند جي 6 وتصرف 4.5 اللي هو ما بين 2.8 من 10 و5.39 من 100، يبقى على طول هاخد الايه؟ الماسوره ال 40 لانها تقدر تشيل لحد 5.39 من 100. ما ينفعش اخد ال 32 لانها مش هتشيل ال 4.5، هي اخرها 2.8 من 10. اظن كده اتفهمت ان انا هاخد القطر 40. طيب برضك احنا فاكرين ان بعد التفريعه على طول عندي جزء كان بيشيل 2 متر مكعب وجزء كان بيشيل 2.5. اسكان الاثنين او ال2.5 انا ممكن اختار بسهوله جدا الماسوره تبقى 32 لانها شايله معايا لحد 2.8 من 10. بعد رشاش من الاثنين هلاقي ان انا عندي الماسوره شايله 1.5 متر مكعب، يبقى برضك لازم اخدها 32، ما ينفعش اخدها 25. طيب بعد كده شايله 1 متر مكعب، هنا ساعتها اقدر اخد ال 25 بسهوله، لان انا الماسوره ال 25 بتشيل لحد 1.43 متر مكعب. تمام؟ طيب اخر ماسوره عندي اللي هي الماسوره النص، ليه ما اخترتهاش 20؟ قلنا لان الماسوره 25 ارخص من الماسوره 20. تمام؟ فانا ممكن اختار ال 25 احسن لي وارخص لي، وهي حته صغيره فمش هتفرق معايا ان انا اكملها كلها 25. تمام؟ يبقى انا كده الجزء الاولاني من المساله اتحل في منتهى السهوله من غير ما اقعد ادور في جداول كتير. يكفي ان انا حسبت الجي، حسبت الجي عرفت العمود اللي شغال عليه، من الاقطار والتصرفات اللي في المساله قدرت اجيب القيم. تاني للي مش فاهم، انا حسبت الجي، دخلت العمود بتاعي، عرفت انا شغال في انهي عمود اللي هو الجي ب 6، بدات اشوف كل قطر يشيل قد ايه تصرف، عندي التصرفات اللي محطوطه عندي في المساله، خدت التصرف، قدرت اختار القطر. تمام كده انا حليت الجزء الاولاني من المساله بسهوله. طيب هل انا محتاج بقى احسب هنا الاحتكاكات واحسب الضغط التشغيلي عند كل رشاش؟ نهائي لا. ليه؟ لان انا مش محتاج اعمل تشيك، انا اصلا بدات بيه، انا اصلا بدات بيه، وبالتالي انا كده خلصت حل المساله بتاعي بدون ما ادخل في كل الحوارات
اللي فاتت. تمام، اخترت الاقطار المناسبه السليمه، اتاكدت ده تماما ان التصميم بتاعي سليم من الناحيه التصميميه، سرعه الميه مش هتزيد عن 1.5، الفرق في الاحتكاك ما بين ابعد نقطه والمحبس مش هيزيد عن 10%، خلصت المساله بتاعتي تماما. ودي الطريقه اللي احنا هنستعملها في اي تمارين هناخدها بعد كده او في الايه المسائل اللي جايه في الامتحان. دي كانت كده المحاضرة التالتة والجزء اللي ناقص في المحاضرة التالتة في تطبيقات في الباب التالت في اخره، ياريت حضراتكم تبصوا كده فيها، ممكن حتى نبقى نتكلم عليها في فيديو بعد كده، لكن احنا دلوقتي داخلين على المحاضرة الاخيرة اللي كنا مع بعض فيها. المحاضرة الاخيرة ملخصها عشان ما اطولش عليكم، كانت بتتكلم على اصناف او انواع رؤوس الرش، وقلنا بالمختصر كده ان الرشاش بيتكون من جزئين، جسم الرشاش والجزء القفاز. جسم الرشاش ده اللي بيتثبت داخل التربة بيبقى ليه اطوال مختلفة على حسب نوع استخدامك للرشاش. تمام، قلنا الجزء بقى القفاز اللي بيطلع من جسم الرشاش، اما بيطلع من جسم الرشاش ممكن يكون فيه منه حاجة من اتنين، يا اما الرش او دايرة الرش اللي حواليه بتبقى ثابتة بتحيط بيه من كل اتجاه ما بتلفش يعني، فده بيسموه الرشاش الثابت، او عبارة عن خط من المية بيبدأ يتحرك مع تشغيل الرشاش فده بيسموه الرشاش الدوار. طيب بعد كده بدأنا ندخل في كل جزء على حاجة، اتكلمنا يعني ايه الرشاش الثابت، وقلنا الرشاش الثابت فيه من نوعين بأجزاء متحركة، اللي بيدي المية الراقصة اللي هي بتتحرك، والرشاش وهو بيلف دايرة ابتلال لكن بيدي شكل جمالي، هو بيتحرك زي ما الموجود عندنا هنا اهو شغال، او الرشاش ده بيبقى ثابت وكمان ما فيهوش اي اجزاء متحركه زي الرشاش ده اهو، لا ده برضك التاني اهو. تمام، ده كده الغير مجهز بالاجزاء المتحركه، وقلنا في ده او ده فانا بقدر اتحكم في نمط الرش بتاعي اللي احنا قلنا يعني ايه نمط الرش، قلنا عباره عن دايره كامله او نص دايره او ربع ايه دايره، وممكن اتحكم في دايره الابتلال كقطر عن طريق اقللها او ايه ازودها. ده الكلام ده كان موجود في المحاضره، وعلى فكره بردك انا رافع لكم المحاضرة اللي احنا خدناها او كسيكشن خدناها في اول محاضرة خالص، كل ايه انواع الرشاشات واشكالها وانواع المنقطات وانواع الاجزاء اللي بستخدمها في الشبكة لتوصيل او الاكواع والتيهات، وكل ده انا رفعت لكم محاضرة عليه، وانا كنت اديتها لكم بس رفعتها بردك على الايه كلاس روم. طيب بعد كده خدنا في الرشاش الدوارة او اللي بتلف، منها الرشاشات التصادمية، وقلنا ده فيه عيوب محدش بيستعمله كتير، صوته عالي، بنستخدم بديل للرشاشات المتحركة بواسطة التروس، واتكلمنا شكلها عامل ازاي، ممكن اتحكم في دايرة او النمط بتاعي ربع دايرة نص دايرة بردك ممكن اتحكم فيه، او اتحكم عن طريق المسمار العلوي ده، لو ربطته المسمار العلوي ده يديني دايرة الابتلال بتاعتي تقل او تزيد. بعد كده قلنا اي كتالوج بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه الضغط، بيبقى فيه التصرف، بيبقى فيه نص القطر بتاع الرشاش، بيبقى فيه معدل الرش. طيب لو دخلنا كل شركة هلاقي كل شركة بتديني انواع مختلفة من الرشاشات، كل نوع ليه ميزة. في العادة واحد مثلا بيبقى عايز نص قطر كبير، لو دخل في هانتر ممكن يستخدم الام بي،
لو عايز قطر قليل ممكن يستخدم البي اس، تمام، الترا. لو بنتكلم على شركة مثلا رين بيرد، ممكن لو عايز قطر قليل استخدم اليو، لو اكبر شوية استخدم الفان، لو اكبر كمان وهكذا. يبقى كل شركة من الشركات بتديني انواع مختلفة من الرشاشات. طيب عشان نلم الليلة دي كلها، قلنا في الكتاب عندكم، تمام، في جدول، الجدول ده كاتب لك الحالة، وعن طريق الحالة دي حضرتك تختار نوع الرشاش من الثلاث شركات اللي الشايعين، هانتر ورينبيرد وتورو. فلو كنا مثلا مثال كده، عندي مساحة صغيرة من نجيلة بتوصل لحد نص قطر اللي عندي 5.7 متر، يبقى ممكن استخدم الثلاث انواع، هانتر او رينبيرد او تورو، بس لازم استخدم رشاش ثابت. وكمان مديكوا الموديلات اللي من كل ايه شركة. طب لو القطر زاد شوية وصل لتسعة، لا مش هستخدم بقى اللي فوق، استخدم انواع مختلفة وهكذا. تمشوا كده في الجدول عندكم موجود، وكل يا ريت تقولوا لي بس انا كل منطقة فيها ايه فبستخدم منها رشاشات ايه. انتم مش عليكم الجدول ده حفظ. الجزء اللي فات ده من المحاضرة اهميته ان انت تعرف إيه نوع الرشاش، انت بتتعامل مع ايه بالظبط. الجزء اللي بعد كده من المحاضرة واللي هتكمل بالمحاضرة الخامسة، بنحدد موضع رؤوس الرش ازاي. في الحالة المثالية او النموذجية احنا بنستخدم تداخل 100%. يعني ايه تداخل في 100%؟ يعني كل رشاش اخر نقطة في المية فيه بتلحم في رشاش تاني، تمام؟ طب ليه عملنا الكلام ده؟ احنا شرحنا الحكاية دي عن طريق توزيع المية من الرشاش الواحد، وقلنا احنا محتاجين ان التوزيع يبقى متماثل. فعشان نوصل للتوزيع المتماثل ده لازم نحط رشاشين، كل رشاش مقابل الرشاش التاني، تمام؟ طيب وبالتالي خدنا امثلة على التصميم. اول مثال للتصميم، عندي منزل في حديقة مربعة. الرشاشات اللي هقدر استخدمها، رشاش بيقدر نص درجة الابتلال بتاعته بتوصل لاخر الحديقة، لو حطيته في الركن توصل لاخر الايه الحديقة. وبالتالي هقدر استخدم ادي رشاش في اخر دايرة الابتلال بتاعته، احط رشاش تاني. الرشاش اللي محطوط هنا برضك بيدي دايرة ابتلال، هحط رشاش تاني في اخر دايرة الابتلال، هحط رشاش تاني لحد ما اوصل للرشاش الايه الاولاني، مش هحط غير الاربع رشاشات دول. المثال اللي بعده كده برضك بنفس الطريقة، عندي حديقة، الحديقة دي 12.8 متر في 25.6 متر. يبقى اقدر استخدم رشاشات، الرشاشات دي اقل عرض فيه عندي اللي هي 12.8 متر، يبقى انا ممكن استخدم رشاش دايرة ابتلاله 12.8 ايه متر. حط واحد هنا اهو، ولو حطيت الرشاش ده هيدي يمين وشمال مية، يمين وهبدأ احط رشاش تاني، شمال احط رشاش كمان. طيب هبدأ امشي على الحروف الخارجية، الرشاش ده دايرة ابتلاله هتنتهي برشاش، وهكذا لحد ما اخلص كل الحروف الخارجية برشاشات بدايرة ابتلال 12.8 متر. طيب الحتة اللي في النص دي هتبقى خالية بدون مية، هبدأ احط كمان رشاشات فيها بنفس الطريقة. انا عندي الرشاش ده بيدي للرشاش ده، والرشاش ده بيدي للرشاش ده، يبقى ناقص عندي بس ركن هنا، لازم احط رشاش، الرشاش ده هيكمل لي المربع بتاعي. المحاضرة اللي جاية هناخد الموضوع ده بطريقة اكثر تفصيلا، ازاي احط الايه الرشاشات. ان شاء الله ده كده الفيديو اللي انا عملته كده تجميعة لكل اللي فات. بكرة ان شاء الله هينزل لكم المحاضرة الخامسة، طبعا هتتشرح بقى بالراحة كده كأنه قاعدين في المدرج، وراح هيتبعها فيديو تاني للتطبيقات العملية.
وهنحاول بقى كمان نشتغل بالاوتوكاد، هوريكم ازاي توزعوا الرشاشات باستخدام الاوتوكاد على مساحة، واديكم تطبيقات تعملوها في البيت. ده ان شاء الله كده في المحاضرة القادمة بإذن الله. اشوفكم او تسمعوني في المحاضرة الجاية بإذن الله. السلام عليكم.